مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم آخر تطورات الإعصار دوريان الذي يقترب من جزر البهاما ويؤثر حاليا على جزر البهاما ويقترب من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية. هذا الإعصار كان صباح هذا اليوم من الفئة الرابعة، تطور عصر هذا اليوم ومساء هذا اليوم وأصبح من الفئة الخامسة. وعادة ما تعتبر الأعاصير ما بين الفئة الثالثة والخامسة حسب تصنيف سفير سامسون للأعاصير، حيث يصنف الأعاصير ما بين الدرجة الأولى إلى الخامسة، أقواها الدرجة الخامسة، ثم الأضعف الرابعة والثالثة والثانية والأولى وهكذا. لكن يعتبر ما بين الثالثة والخامسة هو أعاصير رئيسية، أعاصير قوية تحدث آثار مدمرة، وبالتالي إذا تأثرت فيها مناطق اليابسة يجب إخلاء السكان من هذه المناطق. ميزت هذا الإعصار وتطوراته في المحيط الأطلسي، الآن بدأ يؤثر على جزر البهاما. مركز الضغط الجوي في مركزه بحدود 922 ميلي بار، وبالتالي هو ضغط منخفض جدا بالنسبة للأعاصير، لكن طبيعي جدا بالنسبة لإعصار من الدرجة الخامسة. سرعة الرياح أيضا فيه وصلت أو حوله وصلت بحدود 150 عقدة، أي بحدود ما يقارب 270 كيلو متر في الساعة، وهي رياح شديدة جدا ومدمرة أيضا. ودرجة تصنيفه زي ما حكيت هي من الدرجة الخامسة. موقع هذا الإعصار حاليا يكون بحدود 26.4 بالعشرة عند خط عرض 26.4 بالعشرة شمالا، وعند خط طول بحدود 76 درجة غربا. هذا الإعصار سيواصل تحركه باتجاه الشرق باتجاه الغرب أيضا، لأن حركة الأعاصير دائما تتحرك من نقطة شرقية إلى نقطة غربية. وبعد هذه الليلة طبعا بعد الساعة العاشرة أو بعد منتصف هذا الليل سيضعف تأثير هذا المنخفض قليلا أو تصنيفه، ويتحول إلى الدرجة الرابعة، وبيكون يوم الاثنين والثلاثاء تقريبا بمحاذاة شواطئ فلوريدا، لكن يصنف من الدرجة الرابعة وتصنيفه أيضا من الدرجة الرابعة. يعتبر إعصار قوي، إعصار مدمر، رياح المرافقة له شديدة، وكميات الأمطار التي سيتسبب بها ستكون أيضا كبيرة جدا. يوم الأربعاء يبدأ يتحرك باتجاه الشمال الغربي باتجاه أو بمحاذاة أيضا سواحل فلوريدا وسواحل ولاية جورجيا، لكن يوم الأربعاء أيضا يضعف تصنيفه ويتحول إلى الفئة الثالثة. ويوم الخميس يواصل تحركه باتجاه الشمال نحو أو بمحاذاة شواطئ كارولاينا الجنوبية، لكن أيضا يضعف ويتحول إلى الفئة الثانية. ومعنى يضعف أي قيم الضغط الجوي تزداد في مركزه، وأيضا سرعة الرياح تخف تدريجيا. يعني سرعة الرياح اليوم هي أكثر من 250 كيلومتر، وزي ما حكيت وصلت 270 كيلومتر في الساعة، وكان أيضا تصنيفه من الدرجة الخامسة. كانت قيم الضغط الجوي 922، يوم الاثنين والثلاثاء تزداد قيم الضغط الجوي قليلا لكن تخف سرعة الرياح أيضا، وبتكون بحدود 220 تقريبا بمعدل 220 كيلومتر في الساعة. يوم الأربعاء أيضا تزداد قيم الضغط الجوي أكثر مع ضعفه طبعا أو تصنيفه إلى الدرجة الثالثة، وأيضا سرعة الرياح تضعف إلى حدود تقريبا بمعدل 180 كيلومتر بالساعة. ويوم الخميس بيكون بمحاذاة شواطئ كارولاينا الجنوبية، يصنف من الدرجة الثانية، بتخف سرعة الرياح تصبح بحدود 150 كيلومتر في الساعة، وقيم الضغط الجوي تصبح أعلى. لكن يوم الجمعة بيكون بمحاذاة شواطئ كارولاينا الشمالية، لكن يضعف ويصنف من الدرجة الأولى، تصنيفه من الدرجة الأولى، يعني قيم الضغط الجوي أعلى وتوصل بحدود 980 ميلي بار تقريبا، وسرعة الرياح تنزل لحوالي ما بحدود 115 كيلومتر في الساعة. إذن تدريجيا من 270 كيلومتر في الساعة
اليوم كان في جزر البهاما أمطار قوية وغزيرة جدا، رياح شديدة جدا، بيوم الجمعة مع حركة المستمرة هاي بتنزل قوته وبتنزل كميات الأمطار وبتنزل سرعة الرياح وتتناقص إلى حوالي 115 كيلومتر في الساعة، وبعد ذلك ممكن أنه يضعف ويتحول إلى عاصفة استوائية وبالتالي إلى منخفض مداري. طبعا عمر الإعصار الجوي عادة بحدود بالمتوسط بحدود 10 أيام، وعندما يقترب أيضا من اليابسة ومن البياه الباردة يضعف تأثيره تدريجيا، وهذا ما سيحدث لهذا الإعصار دوريان. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، ومن طقس العرب لكم تحية.